عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل السنة هذا رحمة الله تعالى عليه، كان يقول لا تقذروا مجلسنا بذكر ابن أبي سفيان. كان يعني يأخذ موقف بعض مشايخ البخاري على فكرة، عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي هذا شيخ البخاري ويروي عنه البخاري في صحيحه، هذا كان يسب معاوية سبا ذريعا، كان يلعنه. أنا لم ألعن معاوية ولا مرة، انتقدته نقدا قاسيا بلا شك بحسب مبلغ علمي، نعم، لكن لا ألعنه، هذا كان يلعنه. فيعني أنا أخوالي في أخي الفاضل رأيي في نظرية التطور طبعا لا أستطيع أن أدلي به الآن، عندي 30 حلقة حاولت أن أشرح للناس فيها ما هو التطور، ما هي النظرية كما هي. الآن إن شاء الله ستتلوها ربما أكثر من 30 حلقة أقول رأي العلم ورأي العلماء ورأيي في النهاية سيأتي إن كان لي رأي في هذه المسألة إن شاء الله منورا بالأدلة. ردي على هيئة كبار العلماء بالعكس كان من حقي أن أرد على أناس، يعني أنا كان لي برنامج ويعني متاح للتلفزيون يوميا برنامج الصحوة، طيب إن كان لم يعجبكم شيء يعني ردوا علي بالتفصيل، أصدر مثلا ردا فقهيا على كلامي في المسألة الفلانية ومن حقي أن أرد مثلا على ردكم، لكن أن تأتوا تردوا على شخصي وتشككوا في شخصي كان من حقي أن أقول أنا أتحداهم هذه المرة، لكن لا أرضى إلا بأكبرهم، ليأتوني بأكبرهم ولم يستجيبوا للتحدي. وعلى فكرة الذين ردوا عني هم أيضا علماء وأئمة حرم معروفون طبعا في تويتر وفي الفيسبوك من السعوديين بارك الله فيهم، كتب أحدهم يقول كيف حكموا عليه إذن دون أن يناقشوا، وكيف طلبوا من العلماء المختصين أن يردوا عليه إذا لم يكونوا هم مختصين، كيف حكموا عليه؟ ولماذا أصلا حكموا عليه؟ فيعني على كل حال مش مشكلة، نحن ما عندناش سلطة الحمد لله دينية مطلقة، ما عندناش كهنوت، احنا ما عندناش بابا يعني إذا قال انتهى كل شيء ويفتح أبواب الجنة ويفتح أبواب النار. كيف أرى أني من أهل السنة وأخالف إجماع أهل السنة في بعض المسائل؟ كوني من أهل السنة هذه حقيقة، حقيقة نشأت عليها، حقيقة مذهب أهلي أهل بلدي، نعم، وحقيقة أنني إلى الآن لم أتحول وليس لدي نية لأنه ليس لدي قناعة أنا أتحول عن مذهبي السني، فأنا سني وقناعتي الآن لا تزال سنية في مجملها، لكن لست عبدا لأهل السنة والجماعة. أنا من هؤلاء من أبناء أهل السنة والجماعة بحكم ما ذكرت، لكنني لست عبدا لهم ولست عبدا لإجماعاتهم. موقف عدنان إبراهيم الإجماعي عندي موقف حتى من الإجماع، أنا لا أؤمن بقول الإجماع، الإجماع الشرعي الذي يتحدث عنه علماء أصول الفقه هذا لم يقع، وإن كان وقع فبده يكون وقع فقط في عصر الصحابة في مسائل يسيرة جدا جدا. أما الإجماعات التي مستندوها القرآن الكريم أجمع على نص قرآني فهذا يفيد فقط في حالة واحدة، يفيد من زاوية واحدة أن هذا النص لم يقع حول فهمه وتأويله خلاف، فالحكم ثابت بالنص ولا بالإجماع؟ بالنص. إذا على كل حال لا أحب أن أخوض مسألة الإجماع، و يعني هذا ما أحببت أن أقتضب الجواب عنه بسرعة.